بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل أعزائي الطلبة درسنا في موضوع المرايا، واليوم سنتعرف على المرايا الكروية. ولكن وقبل البدء دعونا نستذكر ما يلي: أولا، قانونا انعكاس الضوء، وهما زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. وزاوية السقوط، القانون الثاني، زاوية السقوط وزاوية الانعكاس والعمود المقام تقع على نفس المستوى. أيضا نستذكر صفات الخيال في المرايا المستوية، وهي معتدلة، أي الرأس للأعلى، مقلوبة جانبيا، اليمين يظهر شمال والشمال يظهر يمين. حجم الصورة يكون مساويا لحجم الجسم، يعني لا تكبر ولا تصغر الصور المرايا المستوية. الصورة وهمية، يعني تظهر داخل المرآة ولا يمكن تجميعها على حاجز. والآن، ما هي المرايا الكروية؟ إن المرايا الكروية هي المرايا التي يكون السطح العاكس فيها جزءا من كرة. السطح العاكس فيها يكون جزءا من كرة، وتقسم إلى نوعين: المرايا المقعرة والمرايا المحدبة. فإذا كان السطح العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة تسمى مرآة مقعرة، وإذا كان السطح العاكس الجزء الخارجي للكرة تسمى مرايا محدبة. إذن نوعين من المرايا الكروية: مرايا محدبة ومرايا مقعرة. والآن أعزائي الطلبة، دعونا نتعرف على المفاهيم الرئيسية الخاصة بالمرايا الكروية. يظهر في الشكل مرآة السطح العاكس لها من الداخل، إذن هي مرآة مقعرة. هذه الخطوط تظهر أنه سطح معتم. النقطة ميم تدل على مركز الكرة التي أخذت منها المرآة. النقطة قاف تدل على نقطة التقاء المحور الرئيسي مع السطح العاكس للمرآة. والنقطة باء تدل على بؤرة المرآة، وهي تكون في منتصف المسافة بين القطب والمركز. إذن السطح العاكس من الداخل مرآة مقعرة، السطح الخارجي خشن، المحور الرئيسي هو الخط الوهمي الذي يمر في ميم باء قاف، ومركز التكور أي مركز الكرة، والبؤرة التي هي نقطة تجمع الأشعة في المرايا المقعرة. والآن إذا عدنا إلى الكتاب صفحة 63، نلاحظ الشكل الذي يظهر المفاهيم المتعلقة بالمرايا المحدبة والمقعرة معا. إذا لدينا مركز التكور ميم، ولدينا قطب المرآة قاف، ولدينا بؤرة المرآة باء، ولدينا البعد البؤري عين. هذه المفاهيم المتعلقة بالمرايا الكروية. الطالب، والآن نعود إلى الكتاب المكرر صفحة 64 لتنفيذ النشاط الخامس، الذي يبدأ بالتساؤل الآتي: ما طبيعة البؤرة في المرايا الكروية، مقعرة أو محدبة؟ عزيز الطالب، إذا استطعت أن تحضر مرآة مقعرة أو محدبة أو كلاهما، فإنك تستطيع تنفيذ النشاط. إن لم تستطع، فتابع معنا هذا الفيديو الذي يفي بالغرض. استخدم مرآة مقعرة وحائلا، وقم بتنفيذ الخطوات التالية: ضع المرآة المقعرة مواجهة لأشعة الشمس أو جسم بعيد جدا. حرك الحائل أمام السطح العاكس للمرآة بحيث لا يعترض الحائل طريق الأشعة الضوئية.
حتى تحصل على أصغر وأوضح صورة، فتكون هي البؤرة الأصلية للمرآة. قس المسافة بين النقطة المضيئة وقطب المرآة، فتكون هذه المسافة هي البعد البؤري للعين. والآن أحبتي الطلبة، نعود إلى الكتاب المكرر ونتأمل شكل 8 ألف، حيث يبين أن سقوط الأشعة بشكل متوازي على مرآة مقعرة يجعلها تنعكس جميعا، تتجمع في نقطة البؤرة، وهذه البؤرة تكون بؤرة حقيقية في المرايا المقعرة. أما عند سقوط الأشعة المتوازية على مرآة محدبة فإن انعكاسها يكون للخارج، وتبدو أن الأشعة تتباعد ولا تتجمع، ولكن امتداداتها تظهر لنا أنها كأنها تخرج من نقطة واحدة كما في الشكل، وهذا الذي نسميه البؤرة أيضا، ولكنها بؤرة وهمية، أي تبدو أن الأشعة كأنها خارجة منها، وهذا يكون في المرايا المحدبة. والآن وقبل أن نكمل دعونا نجيب على الأسئلة الآتية. أولا، أكمل الجدول الآتي. المرايا المقعرة كما ذكرنا هي المرايا اللامة للضوء، والمرايا المحدبة أو المفرقة للضوء. من ناحية السطح العاكس، السطح العاكس يكون للداخل أو السطح الداخلي، السطح الداخلي. وبالتأكيد في المرايا المحدبة، نعم صحيح، السطح الخارجي. أما البؤرة في المرايا المقعرة فهي حقيقية، وفي المرايا المحدبة طبعا وهمية. التساؤل الثاني، ثانيا، هل تنطبق قوانين الانعكاس على المرايا الكروية؟ وهذا السؤال متروك لكم للإجابة عليه.